السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. شوفوا ما شاء الله هذه الواجهة هذه خدمناها بديكور ترافيرتينو. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. النتيجة النهائية لهذا المنزل درنا فيها جوج ديال اللوينات كي كتشوفوا، اللون الأبيض واللون الرمادي. بزاف ديال الناس المحبين ديال هاد الالوان هادو اللي كتشوفو، كاين اللي كيبغي جوج دلوينات فحال هكا، وحتى هي كتجي رائعه كي كتشوفو. هو كان سبق له دار الباركويه تبعه باللون البني، وايضا كاين بزاف ديال الناس اللي كيفضلوا يكونوا الباركوات باللون البني، فحتى هما كيجيو رائعين. شوفوا ما شاء الله الاخوان، الله يجازيهم بخير، الله يعطيهم الصحه. ترافيرتينو الاخوان كيجي رائع الواجهة. شوفوا ما شاء الله، درنا الخطوط باللون الأسود. الإخوان هذه في مدينة القنيطرة، فمرحبا بالناس ديال القنيطرة والنواحي. شوفوا ما شاء الله، درنا الخطوط غاتي النيشان، ما درناش المربعات، ف كل هو اسمه كيفضل. هذا فضل انه يكون الخطوط غادي النيشان. شوفوا الفينيسيو ما شاء الله، ذاك الشيء رائع. الناس اللي ما عارفينش، هذا الترافيرتينو كيتخدم بالسلعه ديال المونوكابا، يعني السلعه اللي كتخدم بها الباستا. دابا الباستا شي نوع راها غنيه عن التعريف، يعني قليل اللي ما كيعرفهاش. دابا اي واحد دابا كيبني كتوصلوا الفكره ديال الباستاشينو للواجهه. فشوفوا ما شاء الله كيجي رائع. فمرحبا بالناس ديال القنيطره والنواحي. السلام عليكم ورحمه الله.